عبر البرلمان العربي في بيان له عن استنكاره لمحاولات التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وتهديد أمنها واستقرارها. جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للبرلمان العربي لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول المنعقد بمقر مجلس النواب الشعب التونسي برئاسة معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الجمهورية التونسية الشقيقة سعادة الأستاذة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في البرلمان العربي. مساء الخير الأستاذة دلال، وحدثينا في البداية عن تفاصيل هذا البيان الداعم لمملكة البحرين والذي أصدره البرلمان العربي. طبعا نشيد اليوم حقيقة في موقف رئيس وأعضاء البرلمان العربي في موقفهم الثابت والواضح تجاه دعم ومساندة البحرين، حيث تضمن خطاب افتتاح أعمال الجلسة والبيان كذلك الصادر من البرلمان العربي استنكاره للتدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي للبحرين، وبما يؤثر طبعا على أمن دول مجلس التعاون الخليجي واستقراره. وكذلك تضمن أيضا بيان مساندة البحرين في تقديم الشكوى الرسمية لدى الأمم المتحدة بشأن التدخلات الإيرانية المستمرة، ودار الحديث طبعا حول أن مثل هذا الإجراء اللي يعني يتم من خلال التدخلات الإيرانية فيها تعارض وانتهاكات لقواعد القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، اللي دعت يعني وحثت على ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم يعني التدخل فيها في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال. فحقيقة إصدار هذا البيان على في والتطرق له في جلسة الافتتاح كان فعلا هذه هو الموقف العربي المشرف الذي نجده ما بين الدول العربية تجاه البحرين ومن مساندة وتأييد لخطوات تم اتخاذها. وكان أيضا بحضور عدد من رؤساء المنظمات والاتحادات اللي كان أيضا طلعوا على أيضا وسائل الإعلام المتعددة وأبدوا طبعا تأييدهم لهذه الخطوات وهذا البيان وهذه المساندة للبحرين. نعم أستاذ دلال، يعني بعد هذا البيان الذي استنكر المحاولات لجمهورية إيران بالتدخل في مملكة البحرين وعبر عن دعمه الكامل لمملكة البحرين، هل هناك خطوات أخرى سيتخذها البرلمان حيال هذا الموضوع؟ طبعا هناك خطوات تم مناقشتها بشكل عام فيما يتعلق في الدول التي يعني خاصة تتعرض للإرهاب وتتعرض أيضا للتدخلات في الشأن السيادة الداخلية، نعم وتم أيضا طرحها حقيقة من الإخوان في دول مجلس التعاون من الدول العربية. ففي فكرة الآن أنه هو تم طرحها بالأمس أيضا أمام لجنة الشؤون الخارجية والسياسية أن يتم وضع ما هو الآتي بعد اتخاذ مثل هذه الخطوات، خاصة أن بدأنا نخرج من خانة البيانات والاستنكار إلى حدود أن احنا اتمينا نتخذ وفق القواعد الدولية إجراءات تتعلق في تقديم الشكوى، الاحتكام بالنسبة للتحكيم الدولي في بعض القضايا اللي تكون متعلقة في سيادة وأراضي بعض الدول. فكان هناك توجه أن تكون في خطوات جادة وبمواقف أكثر جرأة ووضوحا من جهة البرلمان العربي، وإن شاء الله سيتم الإعداد لها للأشهر القادمة في إن شاء الله يعني نوفمبر، وكما صرح رئيس طبعا البرلمان العربي اليوم. وإحنا نأمل طبعا دائما متى ما كان هناك مواقف واضحة صريحة من الدول العربية تجاه بعضها البعض دون مراعاة أي خواطر أخرى، كان في هناك فعلا قوة في التحرك، وهناك مواقف فعلا لما نحن نقول متفق ومتوحد عليها تعطي زخم وقوة لأي دولة عربية يتم انتهاك سيادتها بأي شكل من الأشكال. نعم نتمنى لكم كل التوفيق والسداد. من الجمهورية التونسية سعادة الأستاذة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في البرلمان العربي، شكرا جزيلا.